خير خير اللي كنشوفو في هذا السيد مسكين، كنشوفو فيه حتى حاجة، حتى حاجة ديال العيب ما فيهش مسكين، داكشي اللي كنشوفو فيه حنايا ما كنشوفو، واليوم راه داكشي اللي جا ما عرفتش أشنو هي داكشي اللي جا، خرجو واحد الكفر ولا ما عرف، داكشي اللي خرجو قالو لي. المهم هذاك السيد أنا كبرني هو وكنت كابرة عنده. يعني فحالي فحال وحده من بناته، كان السيد الله يعمرها دار ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب ولا ديال، يعني كان انسان الصلاه والدين وعنده حسن السيره مع جيرانه، يعني ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب. داكشي اللي خرجوه راه عادي، راه حيتش كان بوليسي، يعني ما كاينش شي حاجه اللي غاف، كانوا هنايا البوليس ما شفناش، اللي سمعنا هو كاينين الفلوس صافي، هادشي اللي سمعنا. شي حاجه اخرى الا كان القرطاس ولا الكابوس راه حيت هو اصلا كان السيد كان بوليسي الله يرحمه ويوسع عليه، هذا ما كان شي دابا شي ساعه دابا تقريبا من قبل الدار. وقع لهم الدار دخل مع كن ساكن مول الدار، ساكن الفوق ومو كان ساكن تحت كاري ليهم، قال لهم مول الدار فاش خواو ليه الدار جا دخل سميتو هو اللي اكتشف داكشي. جينا حنا كنا في الدريبه قالوا لينا راه باللي راه تفاجئنا باللي راه كاين شي فردي وقرطاس. المهم هذاك السيد اللي كان ساكن هنا الله يعمر هذا كنعرفوه وكلشي كيعرف الله يعمر هذا، كانوا بزاف راه شحال ديال البوليس كان، كانت الشرطه التقنيه اللي وقالوا يمكن مول الدار اللي لقى هادشي، وقالوا ولا عيط للامن الوطني هو اللي اي كان حكم بالافراغ، ومني دخلوا قالوا لقى داك الكورفور، ومني سولوا قال المرسوم باش قول لي وعيط للامن الوطني وما جاوش تكشف في داكشي اللي كاين. ترى ما جرت حيد كيلقاو داكشي، اتصل الناس ديال الامن، كانوا هنا الناس ديال الامن والشرطه المحليه